بسوي مكبوس دياي، فراح افوح ديايتي ويا ورق غار وهير دارسين ومسمار ملح وصلة مقطعة لي أربعة، خليهم يطبخون نص ساعة. خلال هالفترة أنقع لي زعفران بالثلج عشان يطلع طعمه وريحته ولونه. النخي والكشمش هم أنقعهم بماء حار وقصص لي بصل أحمر. أحمسه على النار بدون شيء، لما يبدي يحترق من تحت أصب شوية ماء اللي يطلع اللون البني اللي بالقاعة ويقلب لونه. بعدين أصب الزيت، حط النخي اللي نقعته، شوية هيل ودارسين وقفشة سمن. وفي ناس ما تحب الكشمش بس أنا أحبه. أشيل أغلبه، أزيد الزيت وأحط الثوم المفروم ويا زيادة هيل، شوية ملح، ونزل فوقهم العيش المغسول والمنقع. الدياية صارت جاهزة، طلعها من الماي، خليها على جنب وصب ماي سلق الدياية. هو توقع أسرع لي كذي. طول النار وانطره، حط الحشو على جنب وصب شوي من الزعفران على ماي الورد، أقلبهم وأصبهم هني، حولهم هني على النار الهادية وايد هادية لمدة نص ساعة أو أكثر بشوي. الحين يا دور الدياية يصير تقلونها بالزيت، بس أنا بحطها بالفرن، فلازم أدهنها بمعجون طماط، حط منها شوي مع زيت نباتي، ملح، هيل، ماي ورد وزعفران، خلطهم وأدهن وأدخلها فرن حار، خل تتحمش بمرة. حق الدقوسة دي ثوم، أحمسها على زيت بس لا يصير بني، بس خلي تطلع ريحته، إذا صار بني يمكن يصير فيه شوية مرورة. شوية ملح فوق معجون الطماط، بعدين أحط الطماط المفروم، فلفل أسود، وممكن شوية ماء حار، خليه يطبخ على نار عادية. المعجون فوق الدياية شوي صار أسود، كان لازم أقلله أو أقلل الحرارة. دقوس جاهز، ضربته بالخلاط، والعيش أهم شيء. ريحة كويتية. شيل العيش الأصفر، شيل الحشو، نحط العيش وفوق الدياية وحط الحشو يمها أو دار مدارها. الحين لازم أكل على طاولة، سوي سفرتي، بطل ماي بارد. المفروض يأكل معاي ينام، فراح أكل بروحي وأخلي للباجي تالي كيفه. أول مرة أصور البوست وأنا قاعد أكل هني. المكبوس عجيب، ما احتاج اقول شيء طبعا لانه مكبوس دياي ولا غلطه. اذا في شيء واحد بس ممكن انه يتعدل، ان الدياي تتحمر صح. سو هذه اللي تشوفونه هذا فوقها هو معجون الطماط لما تحمش بالفرن زيادة. بس قطعة ما فيها شيء. الحمد لله.